طيب نعرف فيما يخص الأداء التحكيمي النهاردة، هل الأهلي فعلا كان ليه ضربة جزاء ولا لا، مع كابتننا الكبير كابتن وجيه أحمد خبيرنا التحكيمي ورئيس لجنة الحكام الأسبق. يا كابتن وجيه منور الدنيا. كابتن كريم بسعد بيك وبسعد بأدائك الرائع والصادق والأداء المميز، أتمنى لك دايما كل توفيق. شكرا كابتن وجيه. رأيك إيه النهاردة في الأداء التحكيمي في هذه المواجهة، مواجهة الأهلي وصن داونز؟ والله يا كابتن كريم أنا شايف إن الحكم الديني أولا هو ما عندوش خبرة تحكيمية، أنا أعتقد إن ما حدش فينا يعرفه، دي نمرة واحد. صح. نمرة اتنين، الحكم أما الكورة تصطدم بيه أربع خمس مرات، هل ده يبقى حكم بيتحرك بشكل صحيح؟ أنا أشك. أما الكورة بتضرب فيه أربع مرات، مش كلنا شفنا إن الكورة عمل أربع خمس إسقاط الكورة نتيجة اصطدام الكورة بيها، ده ما يصحش في البطولات الكبيرة اللي زي دي. صح. في ماتش دور قبل النهائي. ده ما يصحش يعني يتعمل في هذا الكلام. الحاجة الثانية يعني أنا بتكلم على المخرج. أولاً المخرج يعني أنا آسف لازم يفرق بين انتمائه لجنوب افريقيا ولازم يفرق بين اكل عيشه والعمل والاداء المهم والاداء المميز. لا ودي بطوله كبيره يعني، بطوله برعايه الفيفا والكاف. عشان كده حضرتك انا بطالب الشركه القائمه على البطوله، الشركه الايطاليه القائمه على البطوله، ان المخرج ده تستبعده من كل المناسبات بتاعتها. لان ده راجل بيشتغل لجنوب افريقيا وما اشتغلش للاداء الفني بتاع المباراه. اما يعيد الهدف ست سبع مرات ويعيد اللعبه بتاعت قفشه اللي هم صن داونز عايزها ركله الجزاء وعادوها ثلاث اربع مرات، وتيجي على لعبه بيرسي تاو المهمه ما تعيدهاش ولا مره. ولا مره. يعني انت لازم تفرق بين انتمائك لجنوب افريقيا وبين عملك. طب انطباعك ايه بقى في الكوره ديت في اللقطه الوحيده اللي شفناها؟ يعني انا شايف ان اللعبه فيها دفع من مدافع صن داونز لبيرسي تاو. عشان انا بتكلم ان في اعتبار من ضمن الاعتبارات الناس بتقول ان الدفع لازم تكون الايد مفروده. افرد الاثنين لعيبه لازقين في بعض. زي اللعبه لو عندك الصوره جيبها، هتلاقي اللعبه هتلاقي الاثنين لعيبه لازقين في بعض وانا بطلع ايدي وصلت لجنب بيرسي تاو، شالتني من جنب بيرسي تاو، بعدتني عن الكوره. اذا الدفع هنا ليه تاثير على 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 بيرسي تاو، ليه تاثير انك تبعد المهاجم عن الكوره. كل دي عناصر مهمه جدا، انما مش بالضروره، هو اعتبار من ضمن الاعتبارات ان لازم الايد تكون مفروده عشان تبقى الدفع فيها قوه. انما انا لو انا في مسافه قريبه بمجرد ما تدفعني بتبعدني عن الكوره، تبعدني من سكه الكوره وبتشني من سكه الكوره. فده نوع من انواع التاثير على قدره المهاجم على السيطره والاستحواذ على الكوره. فانا شايف ان اللعبه فيها ركله جزاء لم تحتسب لصالح النادي الاهلي. عظيم جدا كابتن وجيه احمد رئيس لجنه الحكام الاسبق، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله وهذا التوضيح. كابتن وجيه قال انه الاهلي استحق ضربه جزاء لصالح بيرسي تاو في هذه المواجهه. بص انا هفضل اروح واجي يمين وشمال، زهق انا كريم، زهقت واعتقد حضرتك وكلنا زهقنا من فكره انه كل شويه نقول يا جماعه التحكيم في افريقيا، يا جماعه التحكيم في افريقيا في مشاكل، يا جماعه التحكيم في افريقيا في ازمات، يا جماعه التحكيم في افريقيا في اخطاء بالجمله. بعدين استغربت حتى يعني سيبك من حكم الساحه، هم فين الناس اللي قاعدين على الفار؟ ليه حتى ما حدش ناداه له قال له تعالى بص، تعالى شوف، تعالى فكر، تعالى راجع؟ غريبه جدا جدا.